ناقش اسماعيل خضير الهلوبة نائب الأول لمحافظ صلاح الدين ونائب الفني للمحافظ حمار حكمة البلداوي والمعاون الفني للمحافظ المهندس أحمد صالح خلال لقائهم رئيس وأعضاء المجلس المحلي لناحية الإسحاقي ومدير البلدية. استحدث قضاء الإسحاقي وذلك لتوفر معايير الاستحداث من كثافة سكانية ومساحة واسعة، وأكد الهلوب ضرورة مناقشة الموضوع مع المسؤولين والجهات المعنية ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات المناسبة هذا الخصوص. من جهته أكد النائب الفني للمحافظ أن هناك مشاريع خدمية لناحية الإسحاقي مدرجة ضمن الخطة بانتظار المصادقة عليها من قبل المراجع، موضحا أن حكومة المحافظة تنظر إلى كل الأقضية والنواحي بمستوى واحد وهي تعمل على تقديم الخدمات لأبناء المحافظة.